وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام. ايضا مستمعنا العزيز باسط، مساء الخير باسط. مساء الله، مساء الله بالخير بالحضور. ان شاء الله عم الهادف توا، ان شاء الله ربي بدر الخير باذن الله. باسط كيف حالك توا يا باسط؟ الحمد لله بخير طبعا. الحمد لله على سلامتك، والف الف الف مبروك باسط تركيب الطرف الصناعي. باسط طبعا انت تعرضت لحادث سير، يا ريت تحكي لنا كيف كانت معاناتك في عدم توفير الطرف الصناعي وشن. يلا احكي لنا. اول حاجه نحيي، كنت طبعا نحيي عمل هادي، نحيي كادر قناه وعد على الاستضافه هذه. نعم، شو بنقول لك بالضبط؟ انا نبيك تحكي لي كيف صار لك الحادث وكيف عانيت انت بدون الطرف الصناعي. الحادث هذا لي تو سنتين بالحديد. سنتين انت؟ سنتين. نعم، من شهر 3/2016. صار حادث نقول اليم شويه. نعم نعم. فقدت واحد من جيراني وصاحبي محمد بن نجم اسمه، الله يرحمه. بس الله يرحمه، الله يرحمه ويصليه. نعم. وبعدين فقدت رجلك يعني؟ قعدت ممكن حوالي نعم فترة في عناية، حوالي 28 يوم. نعم. عناية. نعم. غيبوبة، منديش طبعا لا مندري على شيء. ما تندري على شيء. نعم. بعد الحادث من قعدت فترة كدمة في الراس، حسبت شوية في فقدان شوية. نعم نعم نعم. بعدين قعدت فترة كده، بعدين الحمد لله. الحمد لله تو ما شاء الله عليك بس. الحمد لله جوز كنت جوز الدكتور سالم ربي يحفظه ان شاء الله. الحمد لله، والله الفضل لله وحده. لله لله لله، وحتى كنت اكيد سبب ليش تبدا الحمد لله الطرف الصناعي ان شاء الله. الحمد لله. طبعا شكرا للدكتور سالم اللي هو فاش له، بارك الله فيك، حق استضافه غاز استضفنا ما شاء الله. نعم، استقبل استقبال يعني ربي يحفظه ما شاء الله عليه. نعم، كان راجل مناسب كمناسب الحق. فعلا كلمتك هذه صحيحة ومية في المية، الرجل المناسب في المكان المناسب. باسط توا كيف تدريباتك في الطرف الصناعي الجديد؟ الطرف الصناعي هذا طولي مثلا قال حوالي شهر جربة، بعد شهر بجد بسوحة توا قال شوف شهر جربة حوالي شهر. نعم، جربة شهر وكان في حاجة كي ضايقاتك انت عدلها ان شاء الله. يعني لا توا في ما فيش حاجة مضايقاتك انت توا في لا في حاجة في حاجات في ما هي بشوية بشوية صح ولا تتعود واحدة 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 واحنا معاك لاخر لحظة لين تحول هالمساعدة في المشي. اكيد توا مساعدتني الحق في المشي لما مغري ما قدرش. شن احساسك باسط لما كنت انت هيك من غير طرف توا؟ الحمد لله. لا احساس ليصف يا طاب. الحمد لله. قصدي واحد لسنتين كامل وقالك فد حتى من الحوش. اها، واحد من كتر قد بيطلع شب تحته من كتر قد والله العظيم. شنو العرس مشيتوا؟ الحمد لله. جبت لناش بكلاوه من الفاتحه اليوم، عندها فاتحه. الفاتحه اليوم بوين بكلاوه؟ بكلاوه ان شاء الله حتوصل باذن الله. شكرا لك. المهم انت مشيت العرس وفرحت والناس كلها فرحت لك باسط. الحمد لله الحمد لله. انت وعمي الهادي بجديات يعني فرحوا لكم الناس هلبه. وعد تفرح معاها لما تكون معاها. وعد اف ام، مش بس كلام.